ما حكم الكسب من تجارة القات؟ حرام. القات أشد من الدخان، والدخان كما تعلمون إضراره وأخطاره، وأن العالم أجمع على أنه مضر وأنه يسبب الأمراض الخطرة، ويكتب حتى صاروا يكتبون، ألزموا الشركات التي تنتج الدخان، ألزموها دوليا بأن تكتب أنه مضر بالصحة وأنه يسبب مرض السرطان ويسبب مرض الشرايين. هذا مكتوب على الأغلفة، أغلفة الدخان، اقرأوه، مكتوب عليها. والقات أشد من الدخان، القات مفتر أشد من الدخان. نعم.